بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية، وفريق النادي الأهلي واصل امبارح تدريباته على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة فيوتشر في بطولة الدوري. وعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق محاضرة للعيبة، اتكلم معهم عن الأمور المتعلقة بالاستعداد للمباريات الجاية سواء في الدوري أو الكأس، وده بعد ما خاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة وفقرات فنية وخططية متنوعة. البرتغالي فريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك عمل جلسة مطولة مع اللعيبة خلال تدريبات الفريق امبارح اللي اتلعبت على ملعب عبد اللطيف برجيلة. وفريرا اتكلم مع اللعيبة في العديد من الأمور الفنية والجمل الخططية اللي هتطبق استعدادا لمواجهة المقاولين العرب. امبارح كمان بدأ فريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل المرحلة الأخيرة من الاستعداد لمباراة سموحة اللي هتتلعب يوم الأربعاء الجاي على ملعبه في الإسماعيلية، وده في إطار مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حظى باستقبال خاص في مطار العاصمة التايلاندية بانكوك لحظة وصول بعثة ليفربول الإنجليزي استعدادا للموسم الجديد 2023 تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق. كمان شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات الريدز اللي اقيمت امبارح استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وسجل صلاح ظهور الاول في تدريبات الليفر استعدادا للموسم اللي جاي. ومن ناحيه ثانيه كان في استقبال حافل حظت به لاعيبه نادي توتنهام الانجليزي في مطار كوريا الجنوبيه بعد وصول الفريق بقياده مدربه الايطالي انطونيو كونتي، وده في اطار جوله الاستعداد لموسم 2022-2023. وتم الاعلان عن قائمه اللعيبه واللي بتضم 28 لاعب ابرزهم هاري كين وريتشارد ليسون ولوكاس مورا وفورستر. إيرلين جهالند الوافد الجديد لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي أكد أن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية تحدي كبير، وقال هالاند أن أثناء تقديمه كلاعب لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في حضور الجماهير هدفي هو الاستمتاع، وبتمنى حصولي من كيفن دي براين على المزيد من التمريرات الحاسمة. عبد الرحمن الصيفي تم تتويجه بذهبية السومو للوزن الخفيف في دورة الألعاب العالمية اللي بتتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية، وافتتح الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ16 ثم إقصاء 3 لاعيبة أوكرانيين علشان يحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر. بتضم قائمة منتخب السومو المشارك في دورة الألعاب العالمية 5 لاعيبة هم عبد الرحمن الصيفي وإبراهيم عبد اللطيف ومحمد المهدي وحسام مصباح وعبد الرحمن عبيده.